الانتخابات الأمريكية لهذا الموسم سادتها أجواء التنافسية الكبيرة بين الناخبين، ومع أزمة انتشار وباء كورونا قد طرأت تغيرات على تفاصيل مرحلة التصويت، الأمر الذي قد يؤثر على سيناريو النتائج. إلى غوة، دعنا نستعرض في هذا السيناريوهات إذن حمود ومشاهدينا لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا العام. عادة ما تحسم النتيجة فجر الرابع من نوفمبر، ولكن لهذا العام ومع زيادة الإقبال على التصويت البريدي قد يستغرق حصد الأصوات البريدية في الولايات عدة أيام، وقد تستغرق عملية إعلان النتيجة الحاسمة والنهائية أيام أو حتى أسابيع، هذا بحسب ما رجح الخبراء. ولكن هذا لا يلغي احتمال الإعلان عن الرئيس الأمريكي للأعوام الأربعة القادمة فجر اليوم إذا ما حقق أحد المنافسين فوزا حاسما في أي من الولايات المتأرجحة. تبقى احتمالية تنازع المنافسين على التذكرة الذهبية إلى البيت الأبيض بشكل عام، ويأتي هذا في حال رفض أحدهم الخسارة أو يشكك في شرعية عملية عدد الأصوات في ولاية ما، حيث يترتب على الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ والنواب إعادة تنسيق الأصوات. وبحسب القانون الفيدرالي فإن كافة الخلافات الانتخابية على مستوى الولايات يجب حلها قبل 8 ديسمبر لكي يتمكن المجمع الانتخابي من التصويت في 14 ديسمبر. وإن لم يتم اختيار الرئيس أو نائبه حتى 20 يناير، أي يوم حفل تأدية اليمين الدستوري، فيشغل رئيس مجلس النواب الأمريكي منصب الرئاسة مؤقتاً.